أبطالي يا أهلا، لما أتكلم عن يوتيوبر فده معناه إن أنا بحب الشخص ده جدا ومتابعه، وإلا مش هتكلم عنه. زي ما عملت حلقة عن شادو سرور، واللي أنا من أشد المتابعين ليه من زمان طبعا، أيام ما كنت طفل فأنا اتربيت على شادو سرور وهو كان أول يوتيوبر أتفرج عليه في حياتي، فعملت حلقة عنه وعجبتكم جدا. والنهاردة هنتكلم عن حد غير شادو سرور، حد هو مش في السجن الحمد لله. هنتكلم عن أبو فلة اللي يعتبر مفاجأة اليوتيوب في 2020، واللي احتل اليوتيوب بقوة زي ما الارقام بتقول بالزي ما انا بقول. فايه السر اللي خلى ابو فلة يحبه اكتر من 11 مليون ويمكن يوصل ل 12 مليون؟ وانا قاعد بصور المقطع ده وانا قاعد مستني درع ال 100 الف يوصل، وهو مع الدرع الماسي عمال ياخده ويمشي وياخده معاه في عند ماك ويصوره ويبوسه. المهم يا جماعة، أبو فلة شخص ناجح، شخص يستحق، هو بصراحة تعب. ايه بقى الاستراتيجية الذكية اللي أبو فلة؟ صالح انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه والله؟ ايه اللي انت عمال تعمله ورا الكاميرا؟ يعني انت بتعمل حركات بتاعتي ليه طيب؟ ما تعملش الحركات دي، عايز اركز. فايه السر والاستراتيجية اللي خلت ابو فلة انت ديك انت ديك اسكت. وبما اني ايام ما كنت بدرس اعلام في كليته المتواضعة كنت شغوف جدا بعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة والمواد الادبية عموما، ولما دخلت الجامعة بدأت اروح كورسات كتير واتعلم اكتر، بحيث ان انا لما اشوف شخص اعرف احلل شخصيته كويس جدا من خلال الايماءات بتاعته والبادي لانجوج، شوية حاجات بسيطة كده بتخليني احلل شخصيته اللي قدامي. كنت بارع في النقطة دي جدا، لدرجة ان في ناس كتير من اصدقائي كانوا بيجوا لي الجامعة ويقولوا لي يا عمار ممكن تحلل شخصيتي، وانا بقى كنت بقعد افتي. فالنهاردة هنفتي برضه وهنتكلم عن شخصية ابو فلة ونحللها ونعرف ازاي قدر يوصل ل 11 مليون مشترك من الصفر لحد ال 11 مليون بخطط ذكية جدا وفي نفس الوقت شريرة. فخلونا نكشف السر. في البداية ابو فلة كان داخل اليوتيوب زيه زي اي شخص مش عارف وهيعمل ايه وما عندوش اصلا خطة واضحة يمشي عليها. شوية كان يلعب بيس، شوية كان ينزل فيديوهات عشوائية، يعني ما كانش عارف بالظبط يحدد هدفه، وده لانه كان بيختبر اليوتيوب ويحاول يفهم ايه اللي ممكن ينجحه وايه لا. فكان بيجرب في الفيديوهات وبيشوف المتابعين هيحبوه في ايه عشان يبدأ فيه، لحد ما ابو فلة في يوم من الايام قرر ان هو اخيرا يظهر بوشه للناس بعد عدد ضخم طبعا من الفيديوهات، ودي كانت البداية. 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين. وهذه الخشية يا شباب، اعذروني اعذروني على السحبة مرة ثانية، سحبت عليكم لكن اعذروني، عشان بس اجهز الاغراض واني اطلع الخشة بسرعة اللي هي الفيس كام اطلعها بسرعة، فعشان ودي استعجل ابدأ في اليوتيوب بسرعة ما ابي اتأخر. وقتها ابو فلة ما كانش بيقدر ان هو يتكلم كويس قدام الكاميرا وكان بيغلط كتير، ولكن احسن حاجة فيه كانت عفويته اللي باينة جدا عليه، وكان بيتكلم مع المتابعين وكأنهم اصدقائه او حد من اخوانه كده قاعد معاه، فكان الموضوع ده باين جدا على شخصية ابو فلة وده كان سر حب الناس ليه. اما ابو فلة في الوقت ده فكان على حسب شخصيته، يعني او على حسب اللي انا شايفه من شخصيته كان ممكن اي كلمة تأثر فيه، بحيث ان لو واحد قال له كومنت سلبي ممكن يجي له احباط شديد جدا، ولكن ابو فلة قدر ان هو يتغلب على النقطة دي بحركة في غاية الذكاء. ابو فلة لما كان حد يتريق على شعره او على جبهته او على اي حاجة سخيفة من الناس بتقعد تتريق عليها، كان ابو فلة بيطلع ويهزر ويضحك ويتريق معاهم، وده خلاه يحول الحاجة السلبية دي لحاجة إيجابية. شيت يا رجال، وصلنا يا جماعة إلى أول مقطع لي فورتنايت باليوتيوب، يعني أول مقطع نزلته فورتنايت يا جماعة. بسم الله، مثل ما تشوفوا تجربة الألعاب المجانية فورتنايت. اللعبة هذه يا شباب ما كنت أبد أعرفها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ مساكم طيبين، بشروني على حالكم. يا جماعة قول على شعري، شنو هذا؟ قول له على القصة اللي كنت مسويها يا جماعة. دام شو ربي كان مخليني عايش؟ كنت ابي بشرون على حالكم، عساكم طيبين، عساكم فرحانين، عساكم راجعين من المدرسة ومتخدين وجاهزين للمقطع الخرافي لابو فلة. شلونكم طيبين؟ عساكم خذلنا. اوكي تذكرتها يا جماعة، ذاك الوقت كنت ادور علاج يا جماعة، فالحمد لله لقيت علاج، يعني صرت الحين ما ابدا المقطع وانا مريض نفسي. اليسا شنو كان العلاج؟ بندر او بندرته،
هو شخص محبوب جدا والناس كلها كانت بتعشقه بسبب دمه الخفيف وعفويته وطريقته الجميلة، وكان هو اللي مسيطر على اليوتيوب ورقم واحد في مجال الجيمينج. ده طبعا قبل ما ابو فلة يخش المجال ويبدأ يراقب حركات بندريتا كويس ويشوف ايه هي نقط الضعف اللي عنده ونقط القوة، وبدأ يشتغل عليها بشكل كبير جدا. وهنا تيجي الطفرة اللي تحول ابو فلة لشخص يدمر اليوتيوب حرفيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بندر من دريتا، رجعت لكم مقطع جديد. في هذا الفيديو راح العب فالورنت مع الشباب براء وعبودي والكم. حياك اهلا يا جماعة. كثير قالوا لي انه ليش جالس تلعب سبايك رش، ليش جالس تلعب سبايك رش، ففي هذا الفيديو راح العب هذا الطور اللي هو الغير مصنف، بس انه يطول مرة، يعني يجلس 14 راوند كذا، ممكن يعني مرة يطول. شوفوا حتى الوقت كم كاتب يا جماعة. في بعضكم في التعليقات مو فاهم اللعبة، فراح اشرح لكم اول ما ادخل بشكل. وهنا نيجي للنقطة اللي ممكن ابو فلة يختلف معايا فيها جدا. من كتر ما ابو فلة بدأ يتفرج على بندريتا ويدرسه، قرر ان هو يتقمص دوره بشكل كبير جدا، ولكن ما خدش شخصية بندريتا كده وعملها كوبي بيست عنده في الفيديوهات. بدأ يحط البصمة بتاعته، شاف الحاجات الايجابية اللي عند بندريتا واللي الجمهور بيعشقها، لان ده في النهاية كان بالنسبة لابو فلة شخص ناجح وكان لازم يقتدي بيه في بداية مجاله. ولكن ابو فلة خد الحاجات دي وطورها وضاف من عنده حاجات جديدة. اللي قاعد تشوف المقطع، طبعا انا قاعد اكلم نفسي لاني ادري اني برجع اشوف المقطع بعدين. انت ابو فلة اللي تشوف المقطع، كل الفلاوية اللي دعموني كلكم يعطيكم الف عافية. انا ادري اني راح اوصل 1,000,000 مشترك وراح نوصل 1,000,000 غصبا عن كل الناس. ديم يا الحماس يا رجال، والله راح اوصل، والله وراح اسوي ردة فعل واشوف المقطع. اوكي شباب، لازم انهي المقطع لاني هذا الشخص يا جماعة اتبع حلمه شغفه انه يصير يوتيوبر، انه ينزل مقاطع ويسوي شيء يحبه. ما كان يتوقع ابدا انه راح يوصل مواصل كبيرة، كان بس همه انه ينزل مقاطع باليوتيوب عشان يرتاح ويملي الفراغ اللي عنده، وانه من زمان وهو من كان عمره صغير، من كان عمره 14 سنة وهو يتابع مقاطع اليوتيوب والجيمينج ويحب كل فيديوتي. لما تتبع شغفك وحلمك وشيء اللي تحبه 90% راح توصل. هذا الشخص ما كانت أولويته الفلوس أو الشهرة، أولويته كانت المتعة. الشهرة حلوة، الفلوس أحلى، بس مو حلو إن هي تكون الأولوية وتكون السبب الرئيسي. وقتها الناس كلها بدأت تتكلم إن في شخص اسمه أبو فلة قاعد بيقلد بندريتا. الناس بدأت تستغرب مين أبو فلة ده. فمن هنا بدأت الأضواء كلها تروح لأبو فلة، الناس عايزة تكتشف، عندها فضول تعرف مين ابو فلة. ولما الجمهور راح عشان يشوف مين ابو فلة ده، اكتشفوا ان في شخص فعلا قاعد متقمش شخصية بندريتا بشكل كبير جدا. وهنا بدأت الناس كلها تهاجمه هجوم عنيف. ابو فلة المفروض ان هو كان يوقف ويستسلم في الوقت ده، ولكن رد فعله كان هو السبب في نجاحه، وهو انه بدأ يشتغل على نفسه اكتر واكتر، بدأ يطور من شخصيته ويطور من محتواه، والحاجات اللي هو خدها من بندريتا بدأ يركنها على جنبه ويظهر بشخصيته القوية الجميلة العفوية واللي الناس بدأت تحبه بيها بشكل اكبر من بندريتا، عشان ابو فلة يبقى هو الترند رقم واحد ويسحب كل الاضواء من بندريتا. اول ما دخلت اللي انا شايف يا شباب الترند الاول محتويات الجيمينج، انا صدمت يا جماعة، قلت ما شاء الله تبارك الرحمن. دخلت المقطع يا جماعة اقرأ التعليقات، والله يا جماعة اني ما امزح، اول ما دخلت التعليقات او طبعا اول تعليق لان انا اثبت تعليق بعدها تحت انت تقلد بندريتا، انزل تحت والله اني ابتسمت بمقطعك، مقطعك خرافي، انزل تحت ما عندك شخصية، انزل تحت والله ان اسلوبك ممتع وتستاهل الترند الاول، انزل تحت تقلد بندريتا، شلون دخل الترند الاول؟ ايش في يا جماعة؟ ترى والله يا جماعة انا اقول لكم الحين ترى انا ما اتحمل، ها بصير نسخة ثانية من شادي سرور، او بصير مثل ليلى ما ادري شنو هذيك اللي راحت كندا، والله اروح كندا يا جماعة، ترى هناك الاعلانات مرتفعة، اصير غني يا جماعة هناك، ها ترى والله انا من الحين قاعد افكر اروح كندا. وهنا ابو فلة عمل حركة ذكية جدا، وهو ان هو عمل فيديو بيرد فيه على جمهور بندريتا اللي كان قاعد يقول له طول الوقت انت بتقلد بندر، انت بتقلد بندر، وقدر ابو فلة ان هو يكسب
قلوب كل الناس اللي كانوا بيتابعوا باندر عن طريق حماسه وشخصيته العفوية جدا، عشان يسحب الأضواء من باندريتا ويبقى بوفلا في المرتبة الأولى وباندريتا في المرتبة الثانية. أخذت المكتب وأنا نص مليون، والآن يا جماعة أنا 3.5 مليون. أنا 3.5 مليون. وبعد ما احتل بوفلا المركز الأول في اليوتيوب وباندريتا بقى المركز الثاني، هنا بوفلا كان لازم يعمل حاجة يفضل محافظ بيها على مركزه طول الوقت، وهي انه بعد ما ربنا اداله عدد ضخم جدا من المتابعين والفلوس، قرر ان هو يشكر ربنا ويحمده عن طريق المشاريع الخيريه اللي بدا يعملها هو ومتابعينه، واللي محدش طبعا ما يعرفهاش فمش محتاج ان انا اقعد اتكلم عنها. اما الحاجه الثانيه واللي خلت ابو فله شخصيه جميله جدا ومحبوبه، هو كلامه الجميل جدا العفوي اللي بيفضل يتكلم بيه لحد دلوقت. فابو فله بتاع الواحد مليون هو نفس ابو فله بتاع الاثنين مليون هو نفس ابو فله بتاع الحداشر مليون، شخصيه عمرها ما اتغيرت ابدا، بنفس العفويه وبنفس الجمال. والله قاعد الدموع هذه كلها من المره هذيك سعاد، الله يوفقها ويجعلها من اهل الجنه يا رب. والله ابتسامتها ما خلتني، ما قدرت اتحملها، والله ما كنت ابي ابكي والله قدام البث، يمينا بالله ما كان ودي، بس اني يوم شفت سعاد وضحكتها والله ما قدرت، والله ما قدرت. ابي الناس تعطيني انا، ما عندي، انا ما عندي مصروف حالي اليوم يوم كامل، بس والله احنا ما ندري عن الناس الثانيين اللي ما يقدرون ياكلون، اللي ما يقدرون يشربون ماي. هل انت شايف مين افضل، ابو فله ولا باندريتا؟ فالجواب هيكون ان مفيش اصلا مواجهه بين ابو فله وبين باندريتا، ما ينفعش تقارن الاثنين ببعض، لان ابو فله سبق باندريتا بسنين ضوئيه كتير جدا. فابو فله يعتبر هو رقم واحد بالنسبه لي في الوقت الحالي على حسب ما الارقام بتقول وعلى حسب ما انا كمان بقول. ولكن يا ابو فله احذر احذر احذر، في 2020 كانوا بيقولوا مين افضل، ابو فله ولا باندريتا؟ اما في 2021 فمارو بدا يكون سيت اب جيمنج، واللي هيقولوا الناس بعد كده مين افضل، جيش مارو ولا ابو فله؟ ولكن ده اللي هيثبته التاريخ. سلام يا ابطال.